تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. جولتنا الرياضية نستهلها بالفريق الوطني المغربي الذي فاز على منتخب ليبيريا ب3-0 في المباراة التي جرت يوم أمس بملعب أدرار بأكادير. أهداف الفريق الوطني سجلها أمين حارس في الدقيقة 45، أيوب الكعبي من ضربة جزاء في الدقيقة 59، وأمين عدلي في الدقيقة 89. وتصدر الفريق الوطني المجموعة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم المقررة بالكوت ديفوار برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات وهزيمة واحدة. وليد أرغراغي مدرب المنتخب الوطني في تصريح بعد المباراة: سي بون ريزولتا، كنا جينا باش نربحو، قلت لكم البارح كنا بغينا نسالو الاولين في الجروب، وكان اون بون رياكسيون مور ماتش ديال ابيجان. شفنا الدراري في لانتونسيتي في لو جو افيك بالون، دوماج في لو ديرني جيست قبل ما نماركيو البيت الاول ضيعنا بزاف ديال لي سونتر، ضيعنا بزاف ديال لي ديرنيير باس لي ديرني جيست، هكني حلينا لو سكور الماتش مشاب ان سانس اونيك. اون ا يو 2 3 سيتواسيون كوت بي اريتي دانجروز خصنا نردو البال، احنا في واحد الفرقه اللي واقفه اللي جراو، مي على ريفي لا فيكتوار الي لوجيك. دونك شوي كونتون دي جوار اجوردي، لا رياكسيون ديالهم كانت مزيانه. جرت يوم أمس مجموعة من المباريات الودية تحضيرا لمنافسات كأس إفريقيا للأمم وباقي الاستحقاقات، حيث انهزم المنتخب التونسي أمام اليابان ب2-0، فيما خسر منتخب الرأس الأخضر أمام جزر القمر ب2-1. منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية تعادل مع أنغولا ب0-0، فيما المنتخب المالي فاز على المنتخب السعودي ب3-0. المنتخب الزامبي فاز على أوغندا ب3-0، ومنتخب غينيا تعادل مع الجابون ب1-0. منتخب موريتانيا خسر أمام بوركينا فاسو ب2-1، ومنتخب الكوت ديفوار تعادل مع جنوب إفريقيا ب2-0. وفي مباريات ودية أخرى للمنتخبات التي تحضر لتصفيات كأس العالم، الصومال خسر أمام سيراليون ب2-0 بملعب الفوسفات بخريبكا. بنفس الملعب منتخب ليبيا تعادل مع النيجر ب2-0. منتخب مدغشقر فاز على البنين ب2-1 بملعب العربي الزولي بالدار البيضاء. وبملعب الأبجيغو منتخب موريتانيا خسر أمام بوركينا فاسو ب2-1. فاز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة ب2-1 على فريق مالاغا الإسباني، حيث سجل للفريق الوطني اللاعب أيمن النير في الدقيقة 24 وزكريا الوزان في الدقيقة 35. وتدخل المباراة التي أقيمت بمدينة ماربيا الإسبانية في إطار تحضيرات الفريق الوطني المغربي لنهائيات كأس العالم، حيث كان الفريق الوطني قد فاز على كوريا الجنوبية ب3-2 وخسر أمام إنجلترا ب2-0. وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام نشرة الرياضة بين الشوطين لهذا اليوم، إليكم أطيب التحيات، إلى اللقاء. قدم لكم هذا البرنامج بمساهمة المغربية للألعاب والرياضة.